che tira. الكرة ملعوبة وعالية. التدخل كان قوي والحكم يترك اللعب يتواصل للفريق الياباني. كرة ملعوبة ومرفوعة من هناك على الجهة اليمنى. هذا هو البرازيلي عنده الكرة. التمريرة جميلة. التبادل الكروي رائع. تبقى الكرة عند عناصر فريق غامبا أوزاكا. التمريرة والرأسية. نعم، غامبا أوزاكا يسجل الهدف الأول عن طريق البرازيلي. البرازيلي إذن يسجل باتريك، إذن أول هدف لأندرسن باتريك أغويار أوليفييرا. إذن 1-0 بعد محاولة جماعية. شوف كيف اللاعب رقم 7 يحضر كورة رائعة جدا اللي هو إندو، يحضرها لباتريك. ورغم وجود مدافعين يتمكن باتريك من فتح باب التسجيل للفريق الياباني غامبا أوزاكا. 1-0 لغامبا أوزاكا. إلى جانب يعني باتريك هناك مهاجم خطير جدا كذلك تاكاشي أوزامي يحمل رقم 39 وهو هداف الدوري الياباني حاليا. هداف الدوري الياباني بسبعة أهداف بعد 6 جولات. تاكاشي أوزامي سنشاهد هذا اللعب. هنا اللعب أموري. استتاب مع اللعب أموري. أو خطيرة لكن الدفاع يبعدها وتعود لغامبا أوزاكا. الدقيقة 43 تقريبا والكرة مباشرة لتماس للفريق الياباني غامبا أوزاكا. الكرات القصيرة ومحاولة التوغل عن طريق المراوغة وعمري. الهدف الثاني لفريق غامبا أوزاكا عن طريق اللاعب رقم 13 أبي. وسط ميدان فريق غامبا أوزاكا. لكن شوف الطريقة الجميلة وعدم وجود الأنانية. كان بإمكانه بالرأس يسكن الكرة في الشباك لكن يمر الكرة لإيرويوكي أبي. هكذا إذن شوف 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 كيف باتريك. يا سلام يا سلام، وكأنه شوف الكرة كيف مررها بالرأس. جميلة جدا جميلة جدا. يسجل هدف ويقدم هدف لزميله على طبق من ذهب. هكذا إذا مباراة الذهاب إن صح التعبير. فريق غامبا أوزاكا يخسر بهدفين مقابل لا شيء على ملعبه. واليوم غامبا أوزاكا يأخذ بالثأر على ملعب غوانزو الصيني. 2-0 لحد الآن والمباراة لم تنتهي بعد. على كل تقريبا 44 دقيقة غامبا أوزاكا متقدم بهدفين مقابل لا شيء. هدف من باتريك البرازيلي والهدف الثاني أبي وربما الهدف الثالث. يا سلام، إذن الهدف الثالث من باتريك. ثلاثية لفريق إذن غامبا أوزاكا. 3-0 لغامبا أوزاكا على ملعب غوانزو. قلت أن غامبا أوزاكا غريب أنه يحتل المركز الرابع في هذه المجموعة، لكن اتضح أن غامبا أوزاكا صاحب المركز الثاني حاليا في الدوري الياباني الدوري القوي. صاحب المركز الثاني يعود بقوة بطبيعة الحال، يبدو من خلال المباريات التي أجراها مؤخرا في الدوري الياباني. انتصارين متتاليين واليوم أمام فريق غوانزو الصيني يسجل 3 أهداف كاملة.
يتولى تنفيذ هذه الكرة اللاعب ليان اللاعب أو لولين اللاعب البديل. كرة مرفوعة لكن سهلة بالنسبة للحارس هيغاشيغوشي الياباني. يا سلام على هذه الكرة، يا سلام على هذه الكرة، كرة الهدف الرابع، تمريرة رائعة. الهدف الرابع من اللاعب أبي، الهدف الرابع من اللاعب أبي، 4-0 لغومبا أوزاكا. تمريرة رائعة جدا، ولينز كان في وضعية جيدة، لكن شوف كيف عندما تكون الكرة، هي كرة القدم هي رياضة جماعية وليس فردية، وشاهد كيف الانطلاقة ثم التمريرة الذكية. يا سلام التمريرة العرضية والهدف الرابع، جميل جدا ما فعله اللاعب لينز اللاعب البرازيلي. شاهدنا بالشوط الأول اللاعب باتريك البرازيلي كان رائعا، خرج باتريك ودخل مكانه لاعب آخر برازيلي آخر لينز، وقدم هو الآخر كذلك مردود رائع، وبالتالي 4-0 نتيجة رائعة بالنسبة لغومبا أوزاكا الياباني. الكرة الطويلة لا تنفع، كل هذه الكرات والجمهور بدأ يخرج ويترك. على كل متأثر بهذه النتيجة، غير راضي على هذه النتيجة بطبيعة الحال ككل الجماهير الرياضية، ولو أن في بعض الأحيان الروح الرياضية مطلوبة، ينبغي مواصلة يعني مشاهدة المباراة حتى النهاية، ينبغي كذلك تشجيع الفريق حتى ولو خسران ب4-0. على كل إن هذه الثقافة في بعض الجماهير موجودة عندهم، في جماهير أخرى لا تقبل الخسارة وتخرج مجرد ما فريقه يتلقى هدف أو هدفين، خاصة 4 أهداف. أكيد أن يعني ما فيش فرصة ولو فرصة واحدة في المية هي العودة في النتيجة، وربما الهدف الخامس، ربما الهدف الخامس، ربما الهدف الخامس. خمسة صفر لغومبا أوزاكا، 5-0 لغومبا أوزاكا عن طريق هذه المرة تاكاشي أوزامي يسجل الهدف، تاكاشي أوزامي يسجل الهدف. هذا هو هداف هذا الفريق، هذا اللاعب هو هداف الفريق في الدوري الياباني، هو صاحب الصدارة للهدافين في الدوري الياباني تاكاشي أوزامي، يضيف الهدف الخامس، والكرة جاءت من البرازيلي لينز. يا سلام يا سلام على البرازيلي لينز، يقدم كرة ذهبية للاعب تاكاشي أوزامي هداف الفريق، هداف الدوري الياباني ب7 أهداف. وهكذا النتيجة ثقيلة 5-0، ثقيلة هذه النتيجة 5-0. إذن خروج إذن أبي ودخول شوكوراتا، تيونغنام 10 نقاط الفريق الكوري، وبوريرام يونايتد في المركز الثاني من تايلاندا إلى جانب الفريق الياباني ب7 نقاط. وكرة أخيرة ربما، الفريق الصيني حاول على يبحث عن ركلة الجزاء يحتفظ بالكرة، لكن في نهاية المطاف تعود الكرة للفريق الصيني اللي هو غوانزو. كرة سهلة، الدفاع يبعدها. الانطلاقة، وهذا ما يبحث عليه فريق غومبا أوزاكا، التسديدة، والحارس هذه المرة يمسك هذه الكرة. لينز هذه المرة سدد ولم يمرر الكرة، جرب حظه وكذلك ولم يتمكن، والخطأ والمخالفة للفريق الصيني.
ثواني قليلة ويعلن الحكم على نهاية المباراة، وفعلا الفوز السهل بالنسبة للفريق الياباني غومبا أوزاكا في هذه المجموعة السادسة، 5-0 أمام صاحب الأرض فريق غوانزو الصيني، 5-0 في هذه الجولة الخامسة، وفريق غومبا أوزاكا يصبح مرشح بقوة لاحتلال المركز الثاني.